اهلا بكم متابعينا في قناة فيلم من الاخر، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. فيلمنا النهاردة عن قصة حقيقية من تقارير الشرطة الامريكية، وبيبقى مكتوب في التقارير 1,400,000 جريمة قتل بتحصل سنويا جوه البلد، لكن الشرطة بتدون جرائم القتل دي ضد مجهول. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع طفلين داخلين لبيت وبيكون معهم ورق بيوزعوه على الناس، لكن لما بيدخلوا البيت بيلاقوا صوت الموسيقى عالي جدا، ولما بيدخلوا بيلاقوا باب الشقة مفتوح ومكسور، وحتى ازاز البيت كله متكسر، وبيشوفوا دم في كل مكان، وكمان بيلاقوا سكينة محطوطة على الترابيزة، وبتبقى السكينة اللي اتقتل بيها اصحاب البيت. وبعد كده بنروح مع الزوجين جيمس وكريستين، واللي بيبقوا معزومين في حفلة عند ناس اصحابهم عشان بيحتفلوا بعيد جوازهم، لكن لما جيمس وكريستين بيوصلوا للبيت بيلاقوا اصحابهم مقتولين كلهم بطريقة وحشية، فبيقرروا انهم يرجعوا للبيت لانهم ما بيبقوش مستحملين منظر الجثث قدامهم. وبتتغير في الوقت ده فكرة الجواز في دماغهم، لان جيمس وكريستين بيبقوا معادين بعض بالجواز لكن لسه ما اتجوزوش. ولما بيوصلوا للبيت بتاعهم بتدخل كريستين البيت وبتلاقي جيمس كان مجهز لها سهرة كويسة وحاطت ورد في كل مكان، وكمان بيبقى مشغل اغاني رومانسية عشان لما تدخل تتفاجئ بالجو اللي هو عامله. لكنهم ما كانوش متخيلين انهم هيروحوا ويرجعوا وهم متضايقين بالشكل ده، فبتسأله عمل كل ده امتى، وبيقول لها انه عمله النهاردة وهي مش موجودة في البيت هو ومايك صاحبه. وبيبقى مايك ده صاحب عمره من الطفولة، وكانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض. وبعدها بيساعد كريستين تغير هدومها وبتدخل تاخد شاور، وبيكلم مايك في التليفون وبيحكي له عن اللي شافه النهاردة، وبيطلب منه انه يجيله، لكن مايك بيقول انه هيجيله الصبح علشان الوقت اتأخر. وبنشوف كريستين وهي قاعدة في البانيو وبتفتكر ذكرياتها مع جيمس، وهو بيوعدها بالجواز وبيقول لها انه بيحبها، وبعدها بيشيلها وبيطلعها للعربية. فبترجع كريستين للواقع وبتقوم علشان تخرج عشان تقعد مع جيمس اللي بتلاقيه متوتر بسبب اللي شافوه في الحفلة النهاردة، وهي كمان بتكون متأثرة جامد بسبب جريمة القتل. وبيكون جيمس معاه خاتم الجواز فبيديهولها علشان تلبسه، لكنها بترفض تاخده منه وبتقوله انها مش هتقدر تعمل كده دلوقتي وانها مش جاهزة للجواز. فبيتضايق جيمس من كلامها وبيقوم من جنبها، لكن كريستين بتقوم من وراه وبتصالحه. وبعدين الباب بيخبط، فبيروح جيمس يفتح الباب وبيلاقي بنت واقفة على الباب وبتسأله لو صاحبتها تيم وورد جت عندهم، لكن جيمس بيقولها انه ما يعرفش حد بالاسم ده وان مفيش حد جه عندهم، فبتعتذر له البنت وبتسيبه وبتمشي. وبتقول له كريستين ان السجاير خلصت، فبيقول لها انه هيروح يجيب لها واحدة تانية، وبيقوم يولع لها النار عشان تتدفى. فبتشكره كريستين وبتطلب منه ما يزعلش منها عشان ما وافقتش على الجواز، لكنه بيقول لها مفيش مشكلة، وبيقول لها تاخد بالها من نفسها على ما يجيب لها السجاير ويرجع. فبتقفل كريستين على نفسها الباب كويس، وبتروح كريستين تشغل موسيقى بصوت عالي وبتلبس الخاتم اللي اداهولها جيمس، لكنها بتسمع صوت خبط على الباب وبتخاف ان حد يكون عاوز يعمل لها حاجة، فبتروح تشوف مين اللي بيخبط من غير ما بتفتح الباب، وبتلاقيها البنت اللي جت من شوية وبتسألها برضو عن صاحبتها تيم وورد، لكن كريستين بتقلق منها وبتقولها ان صاحبتك ما جاتش هنا وانك لسه جاية هنا من شوية وسألتي عنها. فبتحس كريستين ان الوضع مش مطمئن، وبتروح عند الشباك علشان تراقب البنت، وبتلاقي المرجيحة بتتحرك فبتخف وبتقفل الستارة وبتدخل تاني، ولما بتلف وشها بتلاقي النار بتاعت الدفاية عملت دخان كتير، فبتروح عشان تطفيها، لكن جرس انذار الحريق بيشتغل، فبتطلع كريستين عشان تطفيه لكنه بيقع منها على الارض، وبتسمع صوت خبط كتير على الباب، فبتخاف قوي بتروح تطلع تليفونها عشان تتصل بجيمس، فبتلاقي التليفون فاصل شحن، وبتروح تحطه على الشاحن وبتطلع للدور التاني تتصل عليه من التليفون الارضي، وجيمس بيقول لها انه راجع كمان شويه ومش هيتاخر عليها وانها ما تفتحش لاي حد لغايه ما يوصل. وبتقفل كريستين معاه وبتكون خايفه جدا، فبتروح تغير هدومها وبتنزل للمطبخ، لكنها بتحس ان في حد معاها في البيت، وبتروح تجيب سكينه من الدولاب وبتمسكها، وبيكون في شخص مقنع موجود معاها في البيت وبيراقبها، ولما بيلاقيها هتشوفه
بيستخبى منها، وبتحاول كريستين تتصل بالخط الأرضي تاني، لكن بتلاقي الحرارة اتقطعت، فبتطلع برا في الصالة وبتسمع خبط على الباب، وبتلاقي جهاز انذار الحريق محطوط على كرسي بعد ما كان مرمي على الأرض، فبتعرف ان في حد معاها في البيت، فبتخاف وبتجري تستخبى وهي ماسكة السكينة، فبتسمع صوت جاي من ورا الستارة، وبتروح تشوف في حد ولا لا، وبتحاول انها تضربه بالسكينة جواها عشان لو في حد تضربه، لكن ما بتلاقيش حد، وفجأة بيظهر لها الشخص المقنع، فبتتخض منه وبتقع على الأرض، وبعدها بتقوم تجري بسرعة وبتروح على باب الشقة، لكنها بتلاقيه مفتوح، فبتحاول إنها تخرج، لكن بيظهر لها شخص مقنع تاني قدامها، وبتخاف منه وبتقفل الباب وبتجري على اوضتها فوق، وبتستخبى في السرير، لكن بتسمع صوت حد بيقرب منها، فبتقعد تعيط، لكنها بتلاقي جامس هو اللي داخل عليها الاوضه، فبتجري عليه وبتحكي له ان في شخص مقنع معاها في البيت وانه حاول يخوفها ويقتلها، فبيشوف ايدها متعوره وبتنزف، وبعدها بيخرج جامس يشوف لو حد بره، وبتتحايل عليه كريستين انه ما يخرجش، لكنه بيصمم انه يطلع، ولما بيخرج بره الاوضه ما بيلاقيش حد، فبينادي على كريستين علشان يطمنها ان مفيش حد معهم في البيت، وبيروح جامس علشان يفتش في البيت كله على حد، لكنه ما بيلاقيش اي حد معاهم، وبيطمن كريستين النوم لوحدهم واللي حصل لها ده مجرد تخيلات، لكنهم ما بياخدوش بالهم ان تليفون كريستين مرمي في النار وبيتحرق، وبينزلوا على المخزن، وبيبص جامس من الشباك وبيلاقي البنت اللي جت تسأله واقفة برة، وبيكون شكلها مريب جدا، فبيقول لكريستين انه هيطلع يتكلم معاها، يمكن تكون محتاجة حاجة، وبيروح يدور على البنت برا البيت، ولما بيخرج ما بيلاقيهاش، وبيشوف الجو هادي، وبيروح ورا البيت فبيلاقي عربيته كلها متكسرة، والعجل بتاعها بايظ ومقطوع، فبيروح على العربية وبيحاول يدور على المفاتيح عشان يحركها، لكنها بتبقى بايظة وما بتتحركش خالص، وبيلمسه حد من الكنبة اللي ورا، فبيخاف وبيلف بسرعة، لكنه ما بيلاقيش حد، وبيشك ان الوضع مش مطمئن، فبيدخل بسرعة للبيت وبيطلب من كريستين انها تجمع كل حاجاتها عشان لازم يمشوا من هنا حالا، وبيسألها عن تليفونها، فبتقوله انها كانت حطاه في الشاحن في الحيطة، لكن بيدور عليه وما بيلاقوهوش، وبعدها بيمسك ايدها وبيربط لها الجرح اللي فيها، وبيطمنها ان مفيش حد يقدر يدخل لهم غير من باب الشقة الرئيس، وبعدها بياخد كريستين وبيركبوا العربية وبيمشوا بيها شوية عشان يهربوا من المكان، لكن بتظهر عربية المقنعين وراهم، وبيخبطوا عربيتهم من ورا وبيبهدلوا العربية خالص فبتتعطل، وبينزلوا يجروا على البيت، وبيروحوا يدوروا على بندقية في المكتبة فبيلاقوها وبياخدها جامس، لكنه بيبقى أول مرة يشيل سلاح ويستعمله، وبتحطله كريستين طلق كتير في جيبه عشان لو احتاج، وبيسمع صوت خبط على الباب فبينزلوا يجروا يشوفوا مين، لكنهم بيلاقوا السفاحين بيكسروا الباب، فبيضرب جامس عليهم نار وبيدمر الباب، لكنه ما بيلاقيش حد وراه، وبيجروا يستخبوا ورا الكنبة تاني، وبيجهز البندقية عشان يضرب اي حد يدخل، وبيحاول جامس انه يطمن كريستين وبيقول لها انهم هيقعدوا كده لحد الصبح، يمكن الشرطة تيجي أو مايك يحس بغيابهم ويجي يسأل عليهم، لكن مايك في نفس الوقت بيوصل للبيت وبيكلم جامس في التليفون، لكنه ما بيلاقيش في شبكة فبيسيب له رسالة عليه، ووقت ما بيسجل الرسالة بيلاقي حد بيضرب عليه نار وبيكسر إزاز العربية، وبينادي على جامس وكريستين لكنهم مش بيسمعوه، وبيدخل مايك البيت وبيسمع صوت الموسيقى عالية فبينادي على جامس وكريستين، لكن محدش بيسمعه، وبيلاقي مايك البيت بتبهدل والإزاز متكسر في كل مكان، فبيطلع الدور التاني من غير ما يعمل صوت، لكن بيبقى في واحد مقنع واقف وراه وماسك فاس هيقتله بيه، ولما مايك بيقرب من الأوضة بيشوف جامس خيال واحد جاي، فبيضرب عليه نار وبيفتكره واحد من المقنعين، وبيقع مايك على الأرض ميت والرصاصة بتيجي في دماغه، لكن كريستين بتسأله إنه ليه مش مقنع، فبيشك جامس إنه قتل حد تاني، وبيطلع يشوف مين اللي جه، وبيلاقي إنه ضرب نار على صاحبه مايك وقتله، فبيدخل يقول لكريستين، وبتنهار من العياط لأنه كان آخر أمل ليهم إنه يجي وينقذه، وبيقول لكريستين إنه هيخرج بره عشان يبعد العصابة عن البيت ويتلهوا فيه
وهي تفضل موجودة هنا علشان ما يحصلهاش حاجة، ولما بيطلع بيحاول يستخبى في الشجر علشان يراقبهم ومحدش يشوفه، وبيحاول انه يشوف حد منهم ويضربه لكنه ما بيلاقيش حد، بس بيظهر قدامه واحد من المقنعين فبيضرب جيمس عليه نار، لكن بيجي واحد من المقنعين من وراه وبيضربه هو بحاجة على دماغه. في نفس الوقت بتكون كريستين واقفة خايفة في البيت وبتسمع صوت دوشة جاية من جوه، فبتدخل علشان تشوف مين جوه، وبتاخد السكينة معاها وبتدور ورا الستارة لكنها ما بتلاقيش حد، وبيطلع لها واحدة مقنعة من السفاحين قدامها، ولما بتشوفها بتخاف منها وبتجري وسط الغابة، لكنها بتقع في وسط فخ معمول بيمشي وراها واحد من المقنعين، وبتحاول كريستين انها تقوم تجري وتروح المخزن عشان تشوف جيمس، وبتدخل كريستين جوه المخزن وبتنادي كريستين على جيمس لكنها ما بتلاقيهوش هناك، وبتدور على الراديو القديم اللي موجود وبتحاول انها تكلم حد يجي يساعدهم، لكن للأسف الراديو بيكون بايظ وما بيلقطش شبكة، فبتفضل تحاول فيه وبتعيط، ولما الراديو بيلقط شبكة وحد بيرد عليها بيجي واحد من المقنعين وبيكسره عشان ما تعرفش تتصل بحد، فبتنهار كريستين من العياط لأن الأمل بيبدأ يقل في عينيها، وبتجري كريستين منه بتحاول انها تهرب جوه الغابة، وبتشوف واحد من المقنعين قدامها فبتستخبى منه جوه الشجر وبتهرب على البيت، ولما بتدخل بتلاقي جثة مايك لسه موجودة، فبتدخل جوه الأوضة عشان تدور على أي حاجة تدافع بيها عن نفسها، لكن واحد من المقنعين بيظهر قدامها وبيبقى ماشي يدور في الأوضة، وبتخاف منه وبتراقبه من غير ما تعمل صوت، وبتشوفه رايح فين وبيبقى هو مش شايفها، وبتلاقيه داخل أوضة تانية فبتستخبى منه في الدولاب وبتشوفه من الشيش وهو بيدور عليها، فبتروح تشوفه علشان تضربه لكنها بتلاقي واحدة من المقنعين واقفة في الصالة تتفرج على صورهم، وبتشوفها المقنعة فبتمسك سكينة وبتحطها على ترابيزة قدام كريستين، وبتفضل كريستين تعيط وبتحاول انها تكسب تعاطفها وانهم يسيبوهم يعيشوا، وبتسألها ليه بيعملوا فيهم كده، فالمقنعة بتضحك على كلامها وبتقول لها انهم بيعملوا كده علشان المتعة، فبتخاف كريستين منها وبتجري تطلع على أوضة تانية، وحطها واحد من المقنعين على راسها وبيغمى عليها، وبعدين بيسحب جثتها للصالة، وتاني يوم بتفتح المقنعة الشباك وبيبقى النهار طالع، وبتلاقي كريستين نفسها مربوطة في كرسي جنب جيمس، فبتفضل تعيط وبتتكلم معاه وبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين، وبيتفرج عليهم المقنعين وهما بيضحكوا، اما البنت الشقرة اللي معاهم بتمسك السكينة وبتروح تقتل جيمس، وبتطعنه اكتر من مرة بالسكينة قدام كريستين، وبيضربوا كريستين سكينة واحدة، فبتحاول انها تتصل بتليفون مايك اللي بتلاقيه جنبها على الارض، لكن البنت بترجع لها وبتاخد منها التليفون، وبتطلع العصابة يركبوا عربيتهم، وفي نفس الوقت بيكون في طفلين بيوزعوا ورق تبع الكنيسة وبيبقوا ساحبين العجل بتاعهم وماشيين، وبتقابلهم عربية المقنعين في الطريق، بتسألها طفل منهم هو انت عملتي ذنوب قبل كده؟ فبتبصله البنت وبتفضل تضحك وبتقوله كتير، فبيديها الطفل الورقة وبيكون خايف منها، وبعدها بيركبوا العربية بتاعتهم وبيمشوا، وبعدين الأطفال بيسحبوا العجل بتاعهم وبيمشوا يكملوا توزيع ورق، ولما بيروحوا عند بيت جيمس وكريستين بيلاقوا العربية بتاعتهم برا متكسرة وباب البيت مفتوح ومحدش جوه، فبيدخلوا البيت وبيلاقوه متدمر وفي أثار دم في كل مكان، والسكينة اللي مقتولين بيها محطوطة على الترابيزة، والبندقية بتبقى مرمية في جنب، والبيت مليان جثث، وبيروح واحد من الأطفال يشوف جثة مايك وبيلاقيه ميت، والتاني لما بيوصل لجثة كريستين بيحاول يشوفها عايشة ولا ميتة لكنها بتصرخ في وشه وبيبقى آخر نفس ليها في الدنيا. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام.